صحيح ان اصابات الاسنان المتكرره دليل على في مشكله في القلب او ما الى ذلك؟ يعني دائما في تقارير اشارت الى نعم الموضوع. هم سووا ربط بين بعض الامراض ومنها مرض القلب زين وبكتيريا اللي تسبب امراض القلب مع البكتيريا اللي تسبب امراض اللثه. هذا يعني من احد الدراسات، هذه احد الدراسات اللي يعني صار لها فوق ال 15 سنه الحين. في دراسات اخرى الحين جديده تسوي ربط بين بعض الامراض حتى الروماتيزم زين وامراض اللي تصيب اللثه. هي البكتيريا ونشاطاتها وتاثيرها السلبي على الاجهزه الثانيه والاعضاء الثانيه في الجسم.